السلام عليكم. قناة المرأة المغربية الحرة هي قناة الجميع، قناة المرأة، قناة الطفل، القناة اللي غادي تناول مستقبلا مواضيع اجتماعية محضة، مواضيع كتهم الأسرة المغربية، مواضيع كتناقش بعض المشاكل اللي كنعانيو منها احنا كأسر، وإن شاء الله نحاولوا لقولها حلول. المرأة المغربية الحرة كذلك كتواجد بالفيسبوك على صفحة خاصة لها كتحمل نفس الاسم ديال المرأة المغربية الحرة. كنتمنى انكم تدعموا القناه، انكم تشتركوا في القناه، انكم كذلك تابوناو في الصفحه. ان شاء الله غيكونوا مواضيع اللي هي مهمه، غادي نشاركوا قصص ديالكم واقعيه. ما كرهتش انكم تخليوا لي في التعاليق الاراء ديالكم في التوجه ديال القناه، الاراء ديالكم في التوجه ديال المراه المغربيه الحره، واش عجبكم المحتوى اللي كتقدم ولا ما عجبكمش. كنتمنى كذلك تخليوا لي الاراء في الفيسبوك. الصفحه درتها خصيصا للناس اللي كيتعذر عليهم انهم يعني يشتركوا في القناه ويتبعوا الفيديوهات ديالي في القناه، لذلك قررت انني نفتح بالتوازي صفحه مع قناه في اليوتيوب. كنشكركم على الدعم ديالكم، كنشكركم على التواصل الدائم معايا، على تشجيعاتكم، على الاشتراك. والسلام عليكم وشكرا جزيلا مره اخرى.